والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنضل الله هذه الوجوه الطيبة وبوأنا وإياكم من الجنة منزلة ورزقنا وإياكم شفاعة سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، وقفنا في اللقاء السابق على شرح ابن القيم في مدارجه، مدارج السالكين، الذي يشرح فيه كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل العرب. وقلنا إن ابن القيم رحمه الله ما زلنا نحن معه في شرحه بأن الفاتحة فيها أو تحوي معاني القرآن الكريم كله، لأنه قال والعلماء أيضا قالوا إن الكتب السماوية كلها بما فيها موجودة معانيها في القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم كله موجود بمعانيه في الفاتحة، وأن الفاتحة بمعانيها كلها بما احتوت عليه من الديانة الإسلامية موجودة في قول الحق تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك نرى أن ابن القيم رحمه الله قبل أن يبين لنا منازل السائرين إلى الله حتى يصلوا إلى رضوانه سبحانه وتعالى، فإنما يلقي الضوء على الفاتحة بما فيها من معاني الإسلام الكلية. وعلى ذلك وقفنا وقلنا إنه قد أثبت أن الفاتحة فيها الإلهيات، مش كده؟ وأن الفاتحة تثبت النبوات، وأثبتها بثمان عناصر، مش كده ولا إيه؟ ولذلك هو يشعر الآن في أن التوحيد أيضا موجود في الفاتحة. توحيد، لأننا نوحد من؟ الله، مش كده ولا إيه؟ طب توحده إزاي؟ وقال أن التوحيد شيئان: إذا أردت أن تكون موحدا فعليك أن تعلم شيئين. الشيء الأول التوحيد العلمي، والشيء الثاني التوحيد القصدي الإرادي. ليه يعني؟ قال: لأنك لن تستطيع أن تقصد أحدا إلا إذا عرفته، مش كده ولا إيه؟ وعلمت ما هو، مش كده؟ وإلا كيف ستذهب إليه؟ فإذا عرفته قصدته بصورة بسيطة. نحن نريد أن نعرف ربنا، مش كده؟ حتى إيه؟ حتى نقصده هو ولا نقصد سواه. هو التوحيد كده. صعب الكلام؟ لا. طيب، فما هو الله؟ لابد إن إحنا نعرفه، مش كده؟ طب والفاتحة هل تكلمت في ذلك أم لا؟ هو ده درسنا اليوم. درسنا اليوم هو إيه؟ التوحيد، وكيف إن الحمد، ليه نحمد ربنا؟ مش كده؟ ولا؟ وإذا كان يستحق الحمد فهو يستحق أن نوحده ولا نشرك به شيئا، مش كده ولا إيه؟ صح ولا؟ صح. طب حاجة تانية، إذا كانت له الأسماء الحسنى والصفات العلى وليس لأحد مثل هذه الأسماء ولا الصفات، يبقى هو مختص بالأسماء والصفات، فلا بد أن نعرف الأسماء والصفات. وإذا عرفناها تمام المعرفة في ذاتها وفي أحكامها، فإننا نقول: يا رب، ما فيش حد يتسمى بهذه الأسماء إلا أنت، ولا يستطيع أحد ولا يقدر على أن يتسمى بهذه الصفات إلا أنت، ولذلك نحن نوحدك لأن لك الأسماء الحسنى والصفات العلى. صعبة دي؟ تاني، اللي نايم يصحى، اللي نايم إيه؟ واللي صاحي نام. تاني، خلي بالك، توحيد سهل، مش عايز حمشصة ولا شيء.
أنت تريد مثلا مثل بلدي، أنت تريد إنك تروح للوزير الفلاني، ماشي، تروح مثلا لوزير الداخلية، أنت ضرب شفاعه خالص. طب لازم تعرف وزير الداخلية ده إيه، بلاش كده، تروح لوزير العدل، أنت لازم تعرف وزير العدل ده عادل ولا حرام، صح ولا لا؟ لأنك تريد أن تذهب إليه وتعرض له إيه؟ تعرض له مشكلته، مش كده ولا إيه؟ صح؟ فلا بد أن تعرفه من هو قبل ما تروح لأي حد، لازم تعرف من هو، صح؟ طب وده يعني صعب ولا ولا ممكن؟ بيقابل الناس إزاي؟ طب بيقضي حوائج الناس؟ ولا أول ما تيجي عند المكتب بتاعك ياخدك ويوديك ورا الشمس؟ إيش القصة؟ من هذا؟ قال فإذا عرفته فإنك تتوجه إليه إذا رأيت صفاته وإيه في حسنة وطيبة، مش كده ولا لا؟ فإذا رأيت صفاته مش كويسة فإنك تقصده أو تهرب عنه، تهرب عنه، مش كده ولا إيه؟ هو ربنا كده، لله المثل الأعلى، إحنا بنشوف ربنا فيه الصفات دي مش في حد خالص، هو الذي خلق ومفيش حد خلق غيره، هو الذي رزق ومفيش حد رزق غيره، هو الذي يعني هو المنتقم الجبار ومفيش حد يقدر على كده، هو العالم سبحانه ومفيش حد يقدر على كده، يبقى احنا لابد ان نعرف الهنا، فاذا عرفناه فاننا نتوجه اليه لنقصده، صح ولا لا؟ هو ده التوحيد. طب الفاتحه، الفاتحه، الفاتحه فيها هذا التوحيد ولا لا؟ قال لك فيها التوحيد. طب كيف تثبت ان الفاتحه فيها التوحيد؟ قال بشيئين، الشيء الأول الموجود في الفاتحة هو إيه؟ الحمد، الحمد دليل على التوحيد، قال لك نعم، وإيه تاني؟ الأسماء الحسنى التي ذكرها الله في الفاتحة دليل أيضا على الإيه؟ على التوحيد، صح ولا لا؟ يبقى الفاتحة احتوت كم شيء يدل على التوحيد؟ اللي هو الحمد. وإيه؟ طب تعالى بقى واحد يجي يسأل ويقول لي إيه؟ كيف يكون الحمد دليلا على التوحيد؟ ليه بقى يعني؟ ليه إحنا هنحمد ربنا على إيه؟ عشان نوحده، صح ولا لا؟ شيخ ابن القيم رحمه الله كتب في ذلك كلاما جميلا جدا، على ذلك يدخل هذا الكلام في القلب لا يخرج منه. اسمع كلام ابن القيم رحمه الله حينما قال أن الحمد متضمن مدح المحمود بصفات الكمال، يعني الحمد ده، الحمد اللي احنا بنقول الحمد لله رب العالمين، طب بتحمد ربنا على ايه؟ واحد، خلي بالك، بتحمد ربنا على أشياء كثيرة جدا. ايه؟ أن الله تبارك وتعالى قادر، مش كده؟ وأن الله تبارك وتعالى سميع، وأن الله تبارك وتعالى بصير، وأن الله تبارك وتعالى خالق هذه الأشياء، مش كده ولا إيه؟ كيف تعرف الإله الحق؟ قال تعرف الإله الحق إذا كانت فيه كمال الصفات. طب الصفات دي إيه؟ قال الصفات إما صفات إيجابية موجودة وإما صفات سلبية غير موجودة. الإله، أي إله أنت عايز تعبد؟ أي إله بتشوف في حاجتين، صفات إيجابية موجودة مش في غيره، وصفات سلبية ليست فيه وإنما في غيره. Do you understand? Yes. ها؟ تاني، أنا أريد أن أعرف إله فيه صفات إيجابية، فيه صفات مش موجودة في غيره، ومفهوم صفات موجودة في غيره. الصفات اللي موجودة فيه صفات كمال، والصفات اللي مش موجودة فيه برضه صفات كمال. ازاي الشيخ؟ تعال هنا رب. اما الصفات اللي هي تعمل لكم مشكلة اللي هي الصفات السلبية، يعني ايه الصفات السلبية؟ يعني انت تنام، صح؟ مش كده؟ صح، مش كده ولا ايه؟ واذا لم تنم انت يحصل لك ايه؟ يحصل لك ايه؟ جنون، تتجنن، صح؟
ولذلك من ضمن اللي بيعزم وسائل التعذيب ان الناس لا يجعلونهم ينامون. ليه؟ عشان يحصل له بناء، فعايزين ياخدوا منه اي حاجه بباطل بحق يعني، فبيخلوش ينام. يبقى صفه النوم لك انت كمان، صح ولا لا؟ لان هتتجنن لو ما نمتش، صح. لكن وانت نايم هب انك صاحب شركه وبعدين روحت تنام لانك تعبان والشركه بتاعتك فيها شويه حراميه، وانت نايم الحراميه يعملوا ايه؟ يسرقوك، صح ولا لا؟ طب وانت صاحي كل واحد عمال ايه ينظر اليك ولا يستطيع ان ياخذ شيئا لانه ايه يخاف من ايه؟ من رؤيتك، صح. ولذلك سيدنا سليمان وهو قاعد كده على الايه، على العصا بتاعته وشايف الجن، والجن بيشتغل هناك ويقول للواد الجن الكبير، يقول للواد الجن الصغير اشتغل احسن، بص بيبص علينا ازاي، اوعى تقعد، يجي يقول له طب تعالى نشرب تيم هورتن، قال له لا مش هتشرب دلوقتي، ازاي تشرب وهو قاعد، هتمشي ازاي؟ اشتغل وبعدين تبقى نشرب وربنا يسأل، بس امتى يمشي ده؟ صح ولا لا؟ صح. وسيدنا سليمان كمان قاعد ومات، ومع انه مات لم يدري الجن بانه مات، واشتغلوا لوهن، فلما تبينت الجن ايه قال ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته، فلما خر تبينت الجن انه مات، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الايه. يبقى هو لما كان كده ومات مش كده ولا ايه؟ حصل ان الجن ايه؟ لعب بديله، صح؟ صح. انت اذا كنت صاحب شركة ونمت والشركة بتاعتك دي فيها حرامية، يبقى الشركة بتاعتك هتت ايه؟ هتسير، مش كده ولا ايه؟ حاجة تانية، انت لو نمت لا تستطيع ان تتحكم في اي شيء مما تملكه هو، صح ولا لا؟ صح. يبقى انت بتنقطع من ايه؟ تقطع شيئا من اليقظة عندك، لا تدري ماذا سيحدث في هذا الوقت الذي انت نائم فيه، صح ولا لا؟ صح. طب اذا حدث ان الله نام يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ولذلك صفة سلبية موجودة فيك انت وليست موجودة فين؟ لأنها لو كانت في الله تبقى صفة نقص، وهي فيك أنت صفة كمال. طب ليه مش لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قال ليحكم قيوميته على الكون، مش كده ولا إيه؟ ولذلك ترى إن اللي يقول لك بقى الساعة 12 ربنا بيغيب فطف النور واعمل اللي أنت عايزه، يحصل إيه بقى؟ يقول لك لا ده ما ينفعش، إله، صح ولا لا؟ إله لا يراني لا أعبده، إله لا يسمعني لا أعبده، إله لا يحاسبني لا أعبده، إله لا يسوي بيني وبين غيري لا أعبده، إله لا ينتقم لفقري لا أعبده، لا ينتقم لضعفي لا أعبده. ولذلك خذ شيئا في عقيدتك إيه؟ قال صفات إيجابية لا بد أن تكون في من تعبد، وصفات سلبية لا بد أن لا تكون في ما تعبد، مثل إيه؟ مثل النوم، صح ولا لا؟ ولذلك لما ربنا تبارك وتعالى حكى لنا قصة سيدنا إبراهيم مع أبوه، لما قال أنت يعني تعبد الأصنام، قال يا أبتي لما إيه تعبد ما لها يسمع ولا ايه يبصر ولا ايه يغني عنك شيئا، مش كده ولا ايه؟ الله، لما يكون واحد ما بيسمعش وما بيبصرش انا اثبت ليه ازاي؟ الله، سيدنا عمر، سيدنا عمر مش كان بيصنع صنم من عجوه؟ هو اللي بيصنعه بايديه، فلما بيصنعه بايديه جاع سيدنا عمر فنظر الى الهه لقاه مسكر فراح واكل الهه، ينفع ده اله؟ ينفع اله؟ ما ينفعش اله، ليه؟ قال لانه لا يسمع ولا. سيدنا ابراهيم تكلم مع قومه بهذا، قال افتعبدون ما تنحتون؟ مش كده ولا ايه؟ والله خلقكم وما تعملون، اف لكم ولم تعبدون؟ وبعدين فراغ عليهم ايه؟
ضربا باليمين. اول حاجه قال لهم ايه؟ الا تاكلون؟ راح للكبير بتاعه، خد تعال خد اجيب لك ايه شاورما، خد كل. ما بياكلش. طب يعني يعني اعمل اي حاجه. ما طب ما خلاص ما اكلش. طب ما اكلش ماشي. وبعدين راح ماسك البتاع واداله على قفاه. برضك الاله ما اتحركش. هناك اله ياخذ على قفاه؟ قلنا ما ينفعش، صح ولا لا؟ ولذلك هذه الصفات لابد ان تكون في الاله الذي نعبد. ومن جمال الهنا انه له الحمد في ايه بقى؟ في انه لم يتخذ ولدا. الهنا ملوش ولد. تعرف لو كان لي ولد كانت تبقى مصيبه. ليه؟ لان كثير من الحكام الاولاد لما بييجوا بينقلبوا على ابوه، صح ولا لا؟ فمن الامكان ان الابن ينقلب على مين؟ طب احنا بقى هنطيع الاب المقلوب ولا هنطيع الابن القالب؟ صح ولا لا؟ بلاش كده. الابن الابن مخلص لابيه. طب وبعدين جه انت مثلا الابن بيلعب مع ابنك، انت ابنك ضرب ابن الاله، يعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ بلاش مش كده. ده نحمد ربنا تبارك وتعالى على ان ربنا لم تكن له صاحبة. ولو كانت له صاحبة شجرة الضر تبقى مشكلة كبيرة قوي. صح ولا لا؟ طب افرض ان مرات الاله موجودة وهي عفوا يعني اسف معلش معلش مني حلوة كده. وواحد حب يعاكس مرات الاله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا مش احنا بنقول كده؟ افرض كده الشيخ احمد حب يعاكس مرات الاله، هيعمل فيه الاله ايه؟ ها؟ طب بلاش كده. ان كثيرا من عظماء العالم الذين دوخوا العالم كله يخضع لمين؟ لامرأته. بل امرأة من الامكان ان تتحكم في عقليته، وهذه العقلية تحكمت في العالم كله. وكثير من العظماء في تاريخهم كده أن المرأة قد تغلبت عليهم، صح ولا لا؟ بلاش نروح للعظماء اللي منتوا كده. كثير صح ولا لا؟ طيب صح كده. أنت بتقول الواد ما يروحش الكلام ده، مراتك تيجي تقول لك إيه؟ يا حبيبي لازم يروح. لا ما يروحش. لا يا بس يا حبيبي اسمع الكلام، يعني اسمع الكلام بس، اصلا ما كنتش عايزه يروح يعني. صح ولا لا؟ مش كده؟ فاذا ده موجود عند النصارى انه بعضهم بيألم السيده مريم. خلينا احنا نتكلم. اعرف الحق تعرف فيه الباطل. يعني انا من 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 استراتيجيه الدعوه بتاعتي انا ما اذكر احد، لكن انت تعرف الايه؟ تعرف الحق. انت تاخد الحق بقى ده طبقه على فلان وعلان وانت حر بقى، انا ماليش دعوه. انا ابين لك الايه؟ الحق. الا في وقت الجد الذي لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، هتلاقي الشيخ دون حاجه تانية خالص. ماشي يا من تسمعون كلام نسائكم. ماشي الحق. هو مش عيب، خلي بالك مش عيب فيك انت كانسان، مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام بعض الزوجات وكان لها فضل في تجنيب الامه الاسلاميه لعنه الله. فين؟ في غزوه احد، في 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 الحديبيه، صلح الحديبيه، لما كان المسلمون يريدون ان هم يعملوا العمره، وحصل صلح بين مين؟ بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. والمسلمين ما كانوش عايزين كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ تحللوا من عمرتكم حتى ناتي العام القادم. ما حد سمع الكلام للرسول. ما حد سمع الكلام. فدخل على امنا ام سلمة. ومطالب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الامه ستهلك. ليه؟ لانك لو ما سمعتش كلام رسول الله تهلك مباشره. فقال هلك القوم يا ام سلمه، ما بك يا محمد، ما بك يا رسول الله؟ قال امرتهم فلم
قالت يا رسول الله افعل ما أقوله لك، كما قالت يعني إيه؟ قال تخرج ودع حلاقك فدعه يحلق لك ولا تتكلم معه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق وأخذ يحلق، فلما رأى الصحابة رسول الله يتحلل فإنهم تسابقوا على أن يفعلوا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك دي دي امرأة، عشان بس ما تقولش إن الشيخ ضد النساء، لأن أنا بالعكس خلي بالك يعني. أو السيدة خديجة، السيدة خديجة حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، لما قابله الحق، لما قابله جبريل وغطه ثلاثا، ثم يعني قال له اقرأ، فذهب إلى خديجة ولم يذهب إلى عمه، وعمه رجل من الإمكان أن يجمع القبائل ويذهب إلى غار حراء ويشوف القصة ويحارب الناس اللي الذين تكلموا مع رسول الله، لكن النبي لم يذهب إلى عمه وإنما ذهب إلى مين؟ ليه؟ لأنه كانت خديجة بمثابة أمه وزوجته وأخته وبنته. طب إزاي عرفها كده؟ تعرف كده إزاي؟ قال لقد خفت على، لما وصل إليها قال لقد خفت على نفسي يا خديجة. خلي بالك خفت على نفسي إيه ده اللي حصل لها. يعني هب أنك أنت في شقتك والنور اتطفى مرة واحدة، مفيش نور، وابنك قال لك بخ، هتعمل انت ايه؟ فبقى فين ده؟ في غار حراء، عشان بس تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لم يلاقيه احد. خلي بالك ده في غار حراء حيث لا كهرباء، وبعدين ده غار حراء بعيد عن، وبعدين زمان ده كانت بيوت صغيره مش زي دلوقتي، وفين؟ وفي في قمه الجبل. فيأتيه يأتيه جبريل ويغطه ويمسكه كده جنبه يقول له اقرأ، والنبي ما بيقرأش. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. أنت تعرف لو قال ماذا أقرأ يبقى ما كانش أمي. لو قال له اقرأ، قال ماذا أقرأ، ماذا يعني أي شيء أقرأه، يبقى النبي ما كانش أمي. لكن هو قال ما أنا بقارئ، يعني يطلب منه ما ليس في طاقته. يبقى ده مشكلة ولا لا؟ صح ولا لا؟ اقرأ ومش يطلب مرة واحدة، ثلاث مرات يغطه كده ويشده شدة، وجبريل عليه السلام وطلع له منين ما تعرفش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه من قبل، يغطه غطا ويقول اقرأ، وبعدين يقول اقرأ. فلما ذهب إلى خديجة قال لقد خفت على نفسي يا خديجة. خفت على نفسي يعني ايه ده؟ قالت والله، شوف بقى رد المرأة، شوف رد أمنا خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها، رضي الله عنها، قالت ايه؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن عم، لم يخزيك. ليه؟ قال لأنك تصل الرحم، مش كده؟ وتكسب المعدوم، وتاني وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر أو الحق. يبقى عندها مقدمات في دماغها، المرأة عندها مقدمات في دماغها مش كده؟ عملت بها نتيجة. إيه هي؟ من كان يصل رحمه ويكسب المعدوم ويقري الضيف بكرم ويعين الناس على نوائب الدهر على مشاكلهم، هذا الرجل عند الله لن يخزى. ولذلك يقولون الكريم لا يضام، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لكن عقل المرأة كان فيها هذه عن الرسول، ولذلك قالت والله لن يخزيك الله أبدا يا ابن عم. ومش بس كده، لا ده هي أخذته وذهبت إلى ابن عمها، وكان وكان يكتب النصرانية، فعنده فكرة عن عن علم الكتاب. يبقى المرأة حينما تفعل ذلك، هب انك اي حد مسكك اداك علقة وانت ماشي في الشارع، فانت جيت هدومك ما يعني اتقطعت ولا شيء، ورحت لمراتك وشافتك كده، هتقول لك الله يهديك هداك الله، ده لو قالت لك كده تبقى ابن الصالحات. تصرخ عليه. احنا قلنا لكم زمان نكته كده، واحد يعني مات، فلما مات ما
مش عارفين يقولوا لمراته ان هو مات، خايفين عليها يعني ان هي يحصل لها حاجه. فجابوا النعش وحطوه ايه جنب البيت كده، يعني جنب الشقه كده. فواحد كده الظاهر انه سهري لان دماغه كان صعب شويه، فدخل لهم مالكوش دعوه يلا ندخل عليها بس ونقول لها الخبر. قالت له دخلوا على الست دي فقالوا لها خلي بالك جوزك اتجوز عليك. قالت لها شوفوا ميت لا خد اهو. طيب حتى شوف فكر المرأة، خلي بالك في ده ليه؟ قال لأن المرأة تكلم ربنا تبارك وتعالى عنها أيضا لما جاء سليمان وبلقيس والعرش بتاعها جه. سليمان قال إيه؟ قال أهكذا عرشك؟ يعني أنت دلوقتي الكتاب ده بتاعي أو هذا اللي بتاع. فواحد أخده وأنا فبيقول لي وفين؟ وخده من والإمكانات العقلية ساعتها والآليات الحسية ساعتها لا تمكن العقل من أن يفهم. خلي بالك مش لا تمكن العقل، يعني لا يفهم الإنسان بأن الآليات في هذا الزمان لا تستطيع أن تأتي بالعرش من اليمن إلى الشام في هذه المدة الصغيرة. فلما شاف قال هكذا عرشك، ما قالتلوش لا ده هو ده، وما قالتلوش هو ايه مش هو. طب ليه؟ لانها ازاي العقل بتاعها كبير. ليه؟ قال لان هيجي من اليمن للشام في هذه المدة ما اظن. طيب هو شبه العرش بتاعي، طب هل من الامكان ان هو عمل واحد كده بس؟ انا عارفاه ده في كام فص ذهب، في كام فضة، كان في كده وعفة. فقالت له كأنه هو. شوف الله يبقى أثبتت الإيه؟ خلي بالك أثبتت أنه من الإمكان أن يكون هذا عرشها، صح؟ ومن الإمكان أن لا يكون هذا عرشها، صح ولا لا؟ والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. فكانت فقيهة رحمها الله. ولذلك حينما نتكلم على هذا فنقول إيه بقى؟ إحنا بنتكلم في الأصل على إيه؟ على رب العالمين. على إيه؟ الله فين؟ قال في التوحيد فين؟ أنه سبحانه نحمده على أنه لم يتخذ إيه؟ صاحبة ولا ولد، وإلا كانت حياتنا ضنكا. ليه؟ قال لأن كثيرا من القرارات العالمية تصنعها النساء في البيوت ثم يأخذوها الزعماء ويقولون إحنا وما هي إلا إيه؟ قرارات نسائية دوخت العالم. ليه؟ قال لأن الشيطان في الحقيقة يعني يريد أن يكون ندا للنا، مش الست الشيطان، لا الشيطان أقصد إبليس نفسه، فيستخدم هذه الأشياء. الحاصل أننا نحمد ربنا تبارك وتعالى على أنه لم يتخذ صاحبة. فمش بس كده، نحمد ربنا تبارك وتعالى على أنه لم يتخذ شريكا في الملك. تعرف لو كان في شريك في الملك يبقى إيه؟ يبقى مشكلة كبيرة أوي. ليه؟ لأن لو كان فيهما آلهة إيه؟ إلا الله إيه؟ لفسدات أكثر. انت تقول هو ده يقول يمين وده يقول ايه شمال وده يقول كده وده يقول. فاحمد ربنا تبارك وتعالى ان الله تبارك وتعالى جعل نفسه وحده لا شريك له، ولا يستطيع احد ان يكون شريكا لله لانه ليس فيه صفات الله وليس فيه اسماء له اسماء الله ولا يحمد لان الله تبارك وتعالى هو له ايه الحمد كله. مش بس كده، تعالى هنا بيقول ايه ربنا تبارك وتعالى لا نحمده على ذلك فقط وانما كذلك نحمده على ايه الشيخ بيقول ان الله عز وجل نحمده ايضا على انه لا تدركه الابصار موجود هنا في الدنيا. انت تعرف لو ادركته الابصار في الدنيا كان حصل ايه؟ كان كثير من الناس الذين لا يؤمنون به يريدون أن إيه؟
أن يصلوا إليه. وهو فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إلهي وإني لأظنه إيه؟ الله. يبقى لو تدركه الأبصار، تعرف عدم إدراك الأبصار في الدنيا لله تبارك وتعالى دليل العظم والكبرياء. ليه؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يتصور العظمة إلا أنه يتصور إلهه أكثر من هذه العظمة. ولذلك تمتع القلب بإيمانيات عظمة الله وكبريائه سببها أننا لا ندرك الله تبارك وتعالى بأبصارنا في هذه الدنيا، فنتمتع بجمال عظمة الله وكبريائه. ولذلك لابد أن نفهم حينما نريد أن نحمد الله تبارك وتعالى كل شيء، نحمد الله أن أرسل لنا رسوله، صح؟ ونحمد الله تبارك وتعالى أن أرسل لنا كتابا هو ميزان هذه الأمة بل ميزان الكون. فكتاب الله كلامه، منهج الله يشرح به خلق الله. ولذلك كتاب الله اثنين، كتاب مسطور وهو القرآن الكريم، وكتاب منظور وهو الخلق. فالكتاب المسطور كلام الله، والخلق كتاب المنظور هو خلق الله، وكتاب الله النازل يشرح كتاب الله الموجود. ولا يوجد منهج وكتاب يشرح خلق الله في الكون مثل ما شرح كتاب الله النازل على محمد. ولذلك لا يكون هناك منهج أيها المسلمون نستطيع أن نؤمن به كما نؤمن بأن القرآن هو الشارع للكون، وأنه هو الدستور الذي يتحرك به المسلمون ليفهموا به كل شيء. وقد تكلمت سابقا على كل ناحية من نواحي الحياة تجدها فين؟ في الكتاب المسطور النازل على محمد والذي بين أيدينا. يبقى نحمد ربنا على ايه كمان؟ لا ده مش بس كده، ده بيقول ايه، خلي بالك، ده نحن نحمد ربنا تبارك وتعالى على انه له الكبرياء والعظم، على انه عزيز قادر. ازاي بعزيز قادر؟ يعني لا يستطيع احد ان يصل اليه فيضره، خلي بالك، ولا يستطيع أحد أن يفعل شيء بغير قدرته، خلي بالك، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه، فله قهر الربوبية وقهر الألوهية. في واحد يقول لي طب ما الذين يؤمنون به الآن معذبون في الأرض، صح؟ في بورما وفي غيرها وفي سوريا وفي في الدنيا كلها، مسلم يبقى خلاص معذب، صح ولا لا؟ مش كده؟ يبقى قال لو كان عزيزا قادرا زي ما بيقولوا بعض الشيعة بنحكم الخربان ما كانش حصل كده في الله. لا لا، انت تعرف لو ان الله تبارك وتعالى جعل الدنيا فقط هي دار الحياة ما بعدهاش حياة كنا نقول نعم. يبقى مش إله لو ترك أعوانه يقتلون بهذا الأمر بهذه الصورة، لكنه يقول إن هذه الدار دار ابتلاء وعمل، وهناك دار جزاء وحساب. وأنا أنزلت منهجا، والمنهج لطرفين، إما أن تؤمن به وتعمل، وإما أن لا تؤمن به وتفسد. فإذا آمنت به في الدنيا لك الإيه؟ وإذا أفسدت وقتلت وحرقت وسرقت ونهبت واغتصبت وعملت ذلك في الدنيا، وأنا أرى ذلك، لكن في الحقيقة حينما تفعل ذلك ستأتيني راغما يوم القيامة أنت وأمثالك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، والكل بجنوده حاضر والكل بملوكه حاضر والرؤساء، فأقول لكم يا من قتلتم أتباعي لمن الملك اليوم، صح ولا لا؟
فلا يستطيع أحد أن يتكلم ولا أن يخرج عن قهر الربوبية. ولذلك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف. يبقى لابد أن المنهج نازل مش منهج سواب، لا ده منهج عمل. المنهج العمل من التزم به نجا ومن لا. طب المسلمين، المسلمون من مشى على منهج الله تبارك وتعالى وصبر عليه فله الجزاء الأوفى، ومن لم يصبر عليه يعاقب. ولذلك الدنيا دار بلاء وليس دار جزاء، مش كده ولا ايه؟ يبقى نحن تعرف ايه، قال من جمال منهج الله عز وجل ان جعل الدنيا على حالتها الان. تعرف ليه؟ مش الناس درجات في الدنيا؟ انت معاك كام؟ 10 دولار. تاني معاه كام؟ 100 دولار. تالت معاه كام؟ 100,000. رابع معاه 1,000,000. رابع معاه 1,000,000,000. التاني نهب مش عارف كام، مش كده ولا ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى انت درجات فين؟ في الدنيا، كذلك انت درجات في الاخره. قال وما الذي يميز درجاتك في الاخره؟ قال كما ميز الله درجاتك في الدنيا. ازاي يعني؟ قال على قدر عملك على منهج الله في الدنيا تكون درجاتك فين؟ في الاخره. واحنا قلنا قبل كده لو انت ماشي على الصراط المستقيم ب 80% يبقى انت عنده هناك في الصراط 80%، مش كده ولا ايه؟ طب 80% دي تدخل ايه بقى؟ اقل جنه على الاعراف، جنه عدن، جنه الرضوان، جنه النعيم، جنه الفردوس، جنه الايه؟ انت هتدخل ايه؟ انت دلوقتي انت في عداد الاغنياء. من اي فئه؟ من الفئة المتوسطة ولا من الفئة اللي فوق شوية ولا من الفئة الملياردير ولا انت اصلا مش لاقي تاكل؟ مش كده ولا ايه؟ صح كده ولا ايه؟ فانت تريد ان تعرف درجاتك في الاخرة كما تعرف درجاتك في الدنيا. كل منا الان لو كان معاه 100,000 عاوز يخليه 200,000، صح؟ لو كان هو من فئة 100,000 يريد ان يخرج الى الايه؟ الى 1,000,000، صح ولا لا؟ ويريد ان يخرج، لو وصل للمليون يريد ان يخرج للمليار. وادمغه اصحاب ال100,000 غير ادمغه اصحاب المليون، وتصرفات اصحاب ال100,000 غير تصرفات اصحاب المليون، غير تصرفات اصحاب المليارات. فالملياردير غير المليونير، دماغهم بيختلف. انت كذلك في الاخره لما توصل جنات عدن ولا الفردوس ولا 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 ولا. ولذلك من عظمة جلال الله سبحانه في منهجه أنه لم يتدخل مباشرة لإنقاذ المؤمنين. تعرف لو تدخل مباشرة لإنقاذ المؤمنين كان كل الناس آمن، صح ولا لا؟ ليه؟ أنا مؤمن بالله، يجي واحد يضربني ربنا يتدخل يضربه على طول، يبقى ايه فايدة ايمان المسلمين؟ مش كده ولا ايه؟ ولذلك ربنا يقول ايه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الايه؟ الصابرين، مش كده ولا ايه؟ قال إن يمسسكم قرح فقد مسك قرح. لازم يمسكم قرح. ليه يمسكم قرح؟ حتى يميز الله الخبيث من الايه؟ فالدنيا دار بلاء. فنحن نحمد الله عز وجل على ان جعل الدنيا هكذا لكي نثبت درجاتنا في الاخره، كل على حسب مراده. يبقى انت تحمد ربنا على ايه؟ ها؟ مش كده ولا ايه؟ طب مش بس كده، ده انت تحمد ربنا، ده انت تحمد ربنا تبارك وتعالى ان جعل لك عينان محدودتي البصر وسمع محدود السمع في هذا الكون الذي نعيش فيه. ليه؟ لو كان السمع مطلق ما كنت تستطيع ان تنام. بلاش كده، انت لما تجيب شويه غله او ذره تيجي تطحنهم، فاهمين كلامي؟ ها؟
ان الذره تتحمر في المكنه، تحط الذره ولا تحط الغله، مش كده ولا ايه؟ فالايه المكنه شغاله صح، بتسمع لها صوت ولا لا؟ طب انت بتاكل هنا يا مولانا في معدتك وانت نايم بتسمع صوت؟ طب الطاحونه بتاعت معدتك شغاله وشغاله ايه؟ شغاله صح، لكن لا تسمع صوتا وانت نائم. يبقى تحمد ربنا على الهدوء الذي اعطاك ولا لا؟ انت تحمد ربنا على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ ولذلك بيقولوا ايه؟ بيقولوا السيدة رابعة بتقول ايه؟ خلي بالك ده ابن القيم بيقول ايه؟ تصاعد انفاسي اليك جواب، وكل اشاراتي اليك خطاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام خطاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب، فيا ليت شربي من ورادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب، متى لم يكن بيني وبينك ريبة، يعني لو ما فيش بيني وبينك يا رب ريبة ولا مشاكل، متى لم يكن بيني وبينك ريبة، فكل نعيم صد عنك عذاب. صح ولا لا؟ مش كده؟ مش بس كده، فكيف توانى الخلق عنك وقد بدا جمال به قد هامت الألباب في حمده سبحانه. وتاني أقول لعذالي مدى الدهر أقصر، فكل الذي يهوى سواه يعاب. ليه؟ قال لأن الله له الحمد كله على كل شيء. قال وما نظر بصرك إلى شيء، وما سمعت بسمعك شيئا، وما أحسست شيئا، وما شممت شيئا، وما تذوقت شيئا، وما وجدت شيئا في الكون إلا ولله فيه حمد وجب عليك. ولذلك قال الله في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله. طب ليه الحمد؟ لقد عرفنا الحمد بأنه ثناء على الله واعتراف بقدرته سبحانه، وعرفنا أن كل ما في هذا الكون لابد أن نحمده عليه. فبعد أن نعرف أن الله له هذه الأشياء كلها ماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ نقصده بالحمد ولا نقصد سواه. ألا يدل ذلك على التوحيد في الفاتحة؟ والعجب أن الله تبارك وتعالى ما يريد منا كثير عمل حينما نعترف بذلك، حينما نشاهد هذا، وإنما قال داود يا رب كيف أحمدك وأشكرك، وشكرك وشكري لك يحتاج إلى شكر، وحمدي لك يحتاج إلى حمد. إزاي أنا يعني أعمل إيه؟ أنا حينما أقول الحمد لله معنى ذلك أنك أريتني شيئا من صنعك ومن كرمك فحمدت الله فحمدتك عليه، وأنت الذي جعلتني أحمدك على هذا، فإذا جعلتني أحمدك على هذا فأنت صاحب الحمد في أن جعلتني أحمد، وإذا جعلتني أحمد فأنت صاحب الحمد في أن جعلتني أحمد، مش كده ولا ايه؟ فكيف احمدك يا رب؟ قال الله عز وجل له يكفيني منك يا داود ان تقول الحمد لله. في اله زي كده؟ ها؟ ولذلك قال الله في اول الفاتحه ايه؟ الحمد لله. يعني اعرفوا الحمد يا ناس ان هو مش لاحد الا لله، مش كده ولا ايه؟ ولذلك اذا عرفتم الحمد ونوعياته يبقى لابد أن تقصدوا الله بالتوحيد فلا تعبدوا إلا إياه. وإلى لقاء آخر وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد ليه سؤال؟